الملياردير بيل غيتس، وهذه كأس ماء مكرر من المخلفات البشرية. لماذا يشرب أحد أغنى الرجال في العالم ماء كهذا؟ حين تستيقظ صباحا وتشرب كوبا من الماء أو تأخذ حماما ساخنا، في الغالب لن تفكر كثيرا بالماء الذي استهلكته ولا بمصدره، لكن قطرات الماء هذه ستصبح ثمينة جدا، وقد تشعل فتيل نزاعات تتسبب في اندلاع الحروب. رغم أن الماء يغطي 70% من سطح كوكبنا الأزرق، فإن المياه العذبة التي يسهل الوصول إليها لا تتجاوز 1%. Experts predict that by 2025, nearly 2/3 of the world's countries will be water stressed. Many sources of fresh water will be under additional strain from climate change and population growth. تشير إحصائيات إلى أن أكثر من 2 مليار إنسان حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه آمنة، ومع حلول عام 2030 سيكون 700 مليون شخص مهددين بالهجرة القصرية بسبب شح المياه. إنه سبب رئيسي للاستقرار أو للصراع. فالأنهار والبحيرات التي رسمت في الماضي حدوداً طبيعية بين البشر، مياهها سبب الحرب أو السلام. يشير مركز الاتحاد الأوروبي للبحوث المشتركة JRC إلى أن احتمال نشوب حروب الماء في العقود القادمة يصل إلى 95% بسبب زيادة التنافس الناتج عن النمو السكاني والاحتباس الحراري. يحدد مركز البحوث 5 مناطق مهددة هي الأكثر عرضة لاندلاع صراعات على الموارد المائية المشتركة. هذه المناطق هي حوض النيل، حوض نهري دجلة والفرات، حوض الجانجيز براهمابوترا، حوض نهر السند، وحوض نهر كولورادو. من حوض النيل وهبته مصر يبرز أحد أكثر الخلافات المائية شهرة في منطقتنا، الخلاف حول مياه النيل بين مصر وإثيوبيا. فهذا النهر يوفر نحو 90% من احتياجات المصريين من الماء العذب. كشفت وثائق ويكيليكس وجود خطط بعضها عسكرية تعود إلى سنوات عهد مبارك لمواجهة أي مشروع إثيوبي يعتدي على حصة مصر من ماء النيل. والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر. مصر. عام 2011 انطلق العمل في مشروع سد النهضة بإثيوبيا على أحد أهم روافد النيل. ومنذ أن وقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم عام 2015، خاضت الأطراف الثلاثة مفاوضات ماراثونية لتضمن مصالحها. استمرت مفاوضات 4 سنوات، وصلنا لطريق مسدود. الآن مصر بتعلن رسمياً وصلنا لطريق مسدود. وبالقرب من مصر تعتدي إسرائيل على نهر الأردن وتتحكم بمياه الفلسطينيين. فمنذ عام 1950 دخلت إسرائيل في نحو 30 عملية عسكرية في مواجهة الأردن وسوريا لتضمن تدفق مصدر مائي يروي ظمأ طموحها في المنطقة. الواقع العربي جاف ومتعطش للماء عموماً. 17 دولة عربية ترزح تحت خط الفقر المائي المقدر عالمياً بنحو 1000 متر مكعب سنوياً للفرد الواحد. لهذا أصبح الماء هاجس الحكومات والمنظمات الدولية، وباتت تتسابق لإيجاد حلول بديلة تضمن تدفقه كبناء محطات التحلية أو معالجة المياه العادمة. النبوءة اللي بتتقال إن نقطة المية في المستقبل هتبقى أغلى من البترول، الحقيقة نبوءة محتملة، وفي الشرق الأوسط بالذات الاحتمال أكبر وأكبر. بعد كل هذا الحديث عن الماء ربما جف ريقك، لكن قبل أن تذهب تذكر أنه خلال مشاهدتك لهذا الفيديو فقط خسرنا نحو 160 مليون لتر من الماء، فالعالم يهدر نحو 46 مليار لتر من مياه الشرب يوميا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.